أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. النبأ الذي فاق كل الاهتمامات ورد من إيران، تحطم المروحية التي كانت تنقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في محافظة أذربيجان الشرقية فوق غابات أسباران، والبحث مستمر. الرئيس الأمريكي جو بايدن يقطع إجازته ويعود إلى البيت الأبيض لإحاطة عاجلة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني. رافضاً ربط الانتخاب الرئاسي بحرب غزة الراعي، لا يوجد أي سبب يبرر عدم الانتخاب، ومع الأسف في غياب رئيس الجمهورية لا دستور ولا قانون سوى النافذين. معتبراً أن بيان الخماسية تبنى الدعوة التي وجهها للحوار بري، إذا قرروا المشاركة سنبادر بالدعوة لعقد جلسات متتالية بدورات متتالية لانتخاب الرئيس. العدوان الإسرائيلي متقطع جنوبا ومتواصل في رفح قطاع غزة. البداية من حادثة تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في محافظة أذربيجان الشرقية قرب قرية أوزي، بعدما عانت من هبوط اضطراري صعب، وكان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر اليوم مع نظيره الأذري إلهام علييف لافتتاح سد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس، وفيما تم نشر عشرات الفرق الطبية للعثور على المروحية الرئاسية. أوعز قائد الأركان الإيراني للحرس الثوري والجيش والشرطة بتوظيف إمكاناتهم للبحث في عن مروحية الرئيس. ومن واشنطن أفيد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع إجازته وهو سيعود إلى البيت الأبيض لإحاطة عاجلة بعد حادث مروحية رئيسي. بغض النظر عن مجريات وتطورات مسار مروحية الرئيس الإيراني الذي يلقى اهتمامات جمة عالمية وإقليمية، لابد من إلقاء لمحة ذاتية من هو إبراهيم رئيسي الذي تتواصل عمليات البحث الشاقة عن تحطم مروحيته وسط ظروف جوية صعبة. إبراهيم رئيس السادات المعروف باسم إبراهيم رئيسي، مواليد 14 كانون الأول 1960 في مشهد، وهو الرئيس الإيراني الثامن منذ الثالث من آب 2021 خلفا لحسن روحاني، والنائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة والرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران. عين في هذا المنصب في 7 آذار 2019 من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، وبقي على رأس تلك السلطة حتى 1 من تموز 2021. تولى رئيسي منذ الثورة الإيرانية مناصب مهمة في السلك القضائي لبلاده. في عام 1985 تصدى لمنصب نائب المدعي العام في طهران، وفي عام 1989 تولى منصب المدعي العام للثورة الإسلامية في طهران ورئيس مؤسسة المتابعة والتفتيش العامة، ثم انتخب في مجلس الخبراء ممثلا عن محافظة خراسان الرضوية، كما شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية منذ عام 2004 حتى 2014. وفي عام 2016 عينه المرشد علي خامنئي على رأس مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة، كما تولى منصب المدعي العام في البلاد. في 6 نيسان 2017 أعلن رئيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران، وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية. ترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 التي وصفت بأنها مهندسة سلفاً لإيصاله لسدة الرئاسة، بعد أن استبعد جميع منافسيه الحقيقيين من الانتخابات عن طريق مجلس صيانة الدستور، وقد أعلن عن فوزه في 19 حزيران 2021 بنسبة 61.95% من أصوات الناخبين المشاركين و 29.77% من أصوات الناخبين المسجلين، ليصبح إثر ذلك الرئيس الإيراني الثامن المنتخب منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية. تولى زمام الأمور في بلد يعيش في ظل عقوبات أمريكية بسبب برنامجها النووي، وفي عهده في العام 2023 وقعت إيران والمملكة العربية السعودية اتفاقا مفاجئا أعاد العلاقات الدبلوماسية. وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى تصاعد التوترات الإقليمية مرة أخرى، كما أدت سلسلة من التصعيدات المتبادلة إلى إطلاق طهران لمئات الصواريخ مباشرة على إسرائيل من إيران في نيسان 2024، وتوعد حينها رئيسي إسرائيل بأن أي مغامرة جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.
إذن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ابتهل إلى الروح القدس لأن يمس ضمائر معطلي انتخاب رئيس للجمهورية رافضا ربطه بحرب غزة. في عظة القداس الإلهي بمناسبة عيد العنصرة وعيد تأسيس تل لوميير رأى وجوب وجود رئيس للجمهورية يستطيع دون سواه الجلوس إلى مائدة المفاوضات. فنحن نصلي لكي يمس ضمائر المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية وربطه حاليا بحرب غزة، فمن أجل هذه الحرب يجب أن يكون للبنان رئيس ذو صلاحية كاملة للتفاوض في هذا الشأن. وبما أن الحالة التفاوضية بشأن لبنان والمنطقة، فمن الضرورة بمكان وجود رئيس للجمهورية يستطيع دون سواه الجلوس إلى مائدة التفاوضات. فلا يوجد بالنسبة إلينا أي سبب مبرر لعدم انتخاب رئيس للجمهورية كما تنتظم المؤسسات الدستورية وتتم المحافظة على الدستور والكف عن مخالفته يوميا. فعلى حفظ الدستور يقسم رئيس الجمهورية وحده يمينه الدستورية، ففي غيابه لا دستور ولا قانون سوى النافذين بكل أسف. وبعد القداس التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري واستبقاه إلى مأدبة الغداء. الرئيس بري: إذا قرروا المشاركة في الحوار سنبادر بالدعوة لعقد جلسات متتالية بدورات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية. رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن اللجنة الخماسية تبنت موقفه بالدعوة منذ أكثر من سنة ونصف للحوار والتشاور ومن دون شروط مسبقة، لعلنا نتوصل إلى توافق لإخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة، مؤكدا وجوب عقد جلسات انتخابية متتالية على أن تعقد كل جلسة لأربع أو خمس دورات، وفي حال تعذر انتخاب رئيس للجمهورية ندعو لجلسة بعد انقضاء 24 ساعة وهكذا دواليك إلى أن يتمكن النواب من انتخابه. في حديث للشرق الأوسط شدد الرئيس بري على أنه يؤيد عقد جلسات متتالية وبدورات متتالية إلى حين انتخاب الرئيس، وزاد: لا أرى وجود أي مشكلة أو عائق من جانبنا، ويبقى السؤال المهم: هل يريدون الحوار أو التشاور؟ وفي حال قرروا المشاركة في الحوار سنبادر بالدعوة لعقد هذه الجلسات، وآمل أن تلقى دعوتنا التجاوب المطلوب الذي يفتح الباب أمام الانتخاب، لأن لا مصلحة للجميع في هدر الوقت، والبلد لم يعد يحتمل تدحرجه نحو مزيد من التأزم والانهيار في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وتستدعي منا رص الصفوف لمواجهة ما ينتظرنا من تحديات وتطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. وكشف الرئيس بري أن سفراء الخماسية يبدون كل استعداد للمشاركة في الجهود لتحقيق ما تضمنه بيانهم، وقال إنه سيلتقي قريبا السفير الفرنسي ماكغو في إطار جدول اللقاءات الذي أعدوه، ويقضي بأن يتوزعوا على الكتل النيابية والنواب المستقلين اختصارا للوقت. وأكد رئيس البرلمان أنه يراد من اجتماعهم به تقويم ما آلت إليه اتصالاتهم ليكون في وسعنا أن نبني على شيء مقتضاه. متروبوليت بيروت لروم الأرثوذكس المطران ياس عودي أمل في أن تتوقف الحروب وينتفي التحدي على حياة الإنسان وحريته وكرامته وحقوقه، وأشار في عظته خلال قداس الأحد: عصرنا يشهد خطاباً
كثيرة خطابات كثيرة ونزاعات وحروبا وجرائم زادت قدرتها التدميرية بسبب الاكتشافات التي عوض استخدامها للخير والبنيان تستعمل للتدمير والإبادة. إن السلام مسؤولية مشتركة قائمة على الأخلاق وقبول الآخر واحترامه بدل الخوف منه، وعلى التعاون والتضامن بين البشر، وعلى الشعور بالأخوة الحقيقية المبنية على المحبة والكرامة والحرية على رغم الاختلاف. وختم: قتل قايين أخاه بسبب الحسد والبغض، وما زال الإنسان يحقد ويقتل على رغم تجسد المسيح وموته عنا ليخلصنا من براثن الخطيئة، لتكن قيامته حافزا لنا على تغيير سلوكنا واعتناق المحبة التي وحدها تحرر وتثمر. ميدانيا في الجبهة اللبنانية الحدودية الجنوبية، فيما يتقطع العدوان الإسرائيلي على القرى والبلدات بالمسيرات والمدفعية آخرها على وادي حامول ومارون الراس وميس الجبل الوزاني، استهدفت المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية العدوانية المستحدثة في موقع رامية بالأسلحة المناسبة وأدت إلى تدميرها، كما استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع الملكي بالأسلحة المناسبة. حزب الله أغار بمسيرة وصواريخ على مواقع عرب العرامشة في الجهة المقابلة المحتلة، كما أطلق صاروخا مضادا للدروع في اتجاه الملكي. وزير المال الإسرائيلي يتسائيل سموتريتش زعم وجوب توجيه إنذار نهائي لحزب الله والدخول برا إلى جنوب لبنان إذا لم يستجب الحزب بحسب تعبيره. وإلى فلسطين المحتلة، قصف عنيف على قطاع غزة واحتدام الخلافات الداخلية الإسرائيلية. بعد ارتكابه في اليوم السابق مجزرة في مخيم جباليا أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى عقب تدميره حيا على رؤوس ساكنيه، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة. وكتائب القسام أعلنت أنها قصفت قوات العدو المتمركزة داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون، كما أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق وجنوب شرق مدينة رفح. فيما نقلت القناة 12 عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أنه لا تزال لدى حماس القدرة على إنتاج الأسلحة والصواريخ رغم أشهر من القتال، مشيرة إلى أنه لا يزال في غزة آلاف الصواريخ وكميات كبيرة جدا من قذائف الهاون. وفي الشأن الإسرائيلي، لفت زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تحقق الانتصار، داعيا إلى التخلص منها. ونقلت معاريف الإسرائيلية عن وزير الأمن إتمار بن غفير قوله: خطة اليوم التالي هي أن يكون قطاع غزة بكامله لنا ولا بديل عن إعادة الاستيطان هناك. واعتبر أن مجلس الحرب يجر إسرائيل إلى الخسائر والتخبط في الشمال وفي الجنوب. فيما أغلق متظاهرون إسرائيليون المدخل الرئيسي لمدينة القدس المحتلة مطالبين بصفقة تبادل وعزل نتنياهو. على الصعيد الإنساني، تتواتر التحذيرات الدولية من شبح المجاعة لقطاع غزة في ظل إغلاق الاحتلال المعابر الحدودية بما فيها معبر رفح. وأكد في هذا الإطار المفاوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أن نصف سكان غزة على الطرقات ومجبرون على النزوح، وليس لديهم خيارات أخرى إلى العودة للمنازل المهدمة، والمساعدات تصل بشكل هزيل، مشددا على أنه حان الوقت لبدء التحقيق ومساءلة من يرتكب الاعتداءات في غزة. وأكد لازاريني أن 198 موظفا في الوكالة قتلوا خلال الحرب، و160 من مواقعنا دمرت جزئيا أو كليا. في الظهران السعودية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحثا في التطورات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة ووجوب وقف الحرب فيها وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. سوليفان انتقل إلى إسرائيل على أن يبدأ زيارته بلقاء مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، يقدم له الموقفين الأمريكي والسعودي من اتفاق بين الأفرقاء الثلاثة، ويشمل تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية مشروط بوقف الحرب على غزة واتفاق تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس. أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان: لقد تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فحوصا طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل. وارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوص لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته. فاصل فنواصل.
من صور في احتفال تأبين الشهيد حسن إبراهيم مكي، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا مطمئنون للمرحلة التي وصلنا إليها، بحيث أن الأهداف التي طرحها العدو الصهيوني سيحقق عكسها، وسنصل بعد هذه الأشهر من الحرب إلى نتيجة مفادها أن الأسرى الصهاينة الذين هم بين أيدي المقاومين وشعبهم أصبحوا أكثر تهديدا من قبل، ويمكن ألا يخرج منهم أحد، وبالتالي لا يوجد تحرير للأسرى. وأما في شأن الهدف الثاني الذي طرحه العدو الإسرائيلي فإنه سواء دخل إلى رفح أم لم يدخل إليها سيفاوض حركة حماس التي تعهد في بداية الحرب العدوانية بسحقها، ولن يجد من يفاوضه من أجل تحرير ومبادلة أسراه إلا حركة حماس. رأى النائب وائل بوفعور أن موجبات دعم الشعب الفلسطيني في غزة تفترض أن ننتخب رئيساً للجمهورية، ولفت في خلال تمثيله رئيس حزب التقدم الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في افتتاح معرض كتاب البقاع الغربي الأول إلى أن العدو الإسرائيلي الذي عندما دخل في حرب غير محقة ضد الشعب الفلسطيني أقام ما يسمى حكومة وحدة وحكومة حرب، بينما نحن في عز الحرب لا ننتخب رئيسا ولا نتوافق على أمر. وإذا كان إسناد الشعب الفلسطيني هي مسؤولية أخلاقية فإننا ندعو إلى عدم فصل مصاري لبنان عن مصاري الحرب في غزة. ومعنى كلمة عدم فصل مصار لبنان عن مصار الحرب في غزة يعني ببساطة أن لبنان المعافى هو الدعم الحقيقي لغزة، ولبنان السيد هو الدعم الحقيقي لغزة، ولبنان الذي فيه رئيس الجمهورية هو الدعم الحقيقي لغزة، ولبنان الذي فيه مؤسسات ناشطة هو الدعم الحقيقي لغزة، ولبنان الذي فيه اقتصاد معافى وسليم هو الدعم الحقيقي لغزة. لذلك موجبات دعم الشعب الفلسطيني في غزة تفترض بنا أن ننتخب رئيسا للجمهورية، لا أن نعطل انتخاب رئيس الجمهورية لأننا بانتظار إلى ما ستؤول إليه الأحداث في غزة. الدكتور جعجع طالب وزير الداخلية القاضي بسام مولوي باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان بعدما تخطى حدوده. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طالب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبصراحة ووضوح كليين باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان بعدما تخطى حدوده قانونيا وفي المجالات كلها، إن بتوزيعه بطاقات لجوء على السوريين في لبنان خلافا لمذكرة عام 2003 أو بتعامله مع المهاجرين غير الشرعيين كما لو كانوا لاجئين وتوزيع المساعدات عليهم، أم بتجاهله مرور السنة التي تنص عليها مذكرة التفاهم وتاليا وجوب رحيلهم لا لإبقائهم. إن وزير الداخلية مطالب أيضا وأيضا بحسب بيان جعجع باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق رئيس مكتب المفوضية بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية محاولا عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارات الرسمية اللبنانية حيال اللاجئين السوريين غير الشرعيين بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق القوانين المرعية في لبنان. في محافظة بعلبك الهرمل تفاوت في التغذية بالتيار الكهربائي بين قرية وأخرى وحي وآخر واجتماع لتكتل بعلبك الهرمل النيابي حيال هذه المسألة. تعاني محافظة بعلبك الهرمل من انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي إذ إنما يصل إليها لا يتعدى 40 ميجاوات من أصل الإنتاج المقدر بحوالي 400 ميجاوات أي حوالي 10%، ويتم التوزيع عشوائيا إذ إن قرى تصلها الكهرباء أكثر من غيرها وقرى أخرى محرومة، حي ينعم بالكهرباء 10 ساعات يوميا وآخر تغمره العتمة أو تكون حصته أقل من ساعة يوميا، كما أن هناك مشكلة لها علاقة بسرقات حصلت على الشبكة طاولت أعمدة توتر عالي وكابلات. حاليا خط عرمون كسارة هو الخط الوحيد الذي يربط البقاع بالشبكة، فإذا حصل أي عطل تصبح محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل من دون تغذية بالكهرباء. وفي هذا الإطار عقد أعضاء تكتل بعلبك الهرمل النيابي اجتماعا خصص لبحث هذا الموضوع. طبعا هذا جزء من الإجحاف المستمر في هذه الدولة واللي تاريخها تاريخ إجحاف بحق الأطراف،
وهضم لحقوق الأطراف ولا سيما بعلبك تحت عناوين ولا سيما بعلبك الهرميل تحت عناوين مختلفة. آخر عنوان اخترعوا لنا إياه هو ربط التغذية بالجباية، بس ما حدا سأل حاله من المسؤولين عن هذا القرار إنه الشركة المكلفة بالجباية مقدم الخدمات قديش عم بيقوم بشغله بموضوع الجباية وقديش مقصر وقديش بتخلف بموضوع الجباية. وبالتالي يعني هذا قرار أنا بالأساس اعترضت عليه بلجنة الأشغال وقفت بوشه طويلا ورحت كتكتل مع زملائي عدد من زملائنا لنعترض عليه واستمر، وهو قرار ظالم ومجحف. المطلوب من مؤسسة كهرباء لبنان إعادة تلزيم 14 عمود توتر لإعادة الربط ما بين دير نبوح ومحطة بعلبك. حركة أمل تنظم ورشة عمل إدارية تنظيمية في البقاع، والكلمات تشدد على أهمية الحوار خصوصا في ملف الاستحقاق الرئاسي. نظم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل ورشة عمل إدارية تنظيمية في فندق الخيال الكبير في البقاع، بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك، رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فعاني، ومحافظ جنوب هويدا الترك، وشخصيات سياسية وبلدية. الفعاني أكد أننا في حركة أمل كنا ولا زلنا وسنبقى ندعو إلى ضرورة التشاور والحوار والتفاهم من أجل إنجاز العديد من الاستحقاقات الأساسية ولا سيما ملف الاستحقاق الرئاسي حتى من قبل خلو سدة الرئاسة الأولى، داعيا إلى ضرورة معالجة ملف النازحين السوريين من خلال الحوار المباشر. بدوره شدد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس على أننا مع تطبيق القانون على كافة الأراضي اللبنانية، ولكن ما جرى في الأيام الماضية أمر يجب التوقف عنده. القوانين يجب أن تطبق ولكن مع مراعاة أوضاع وظروف الناس. رجل الأمن هو رجل قانون، والقانون يتحدث أيضا عن التكامل بين القوى الأمنية والشرطة البلدية. تم فتح دوائر الميكانيك بما يتيح لأصحاب الدراجات النارية غير المكتملة أوراق دراجاتهم تسوية أوضاعهم في الدائرة، وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أشارت في بيان إلى أن عددا من المحتجين على الخطة الأمنية قاموا برمي مركز فصيلة المريجي بالحجارة وإطلاق النار في الهواء، فقام العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم من المكان، مع العلم أنه لم ينتج من هذا الإشكال أمس أي قتيل أو أي إصابة في صفوف المحتجين أو العسكريين بعكس ما تداوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ولفتت إلى أن الخطة الأمنية هي لحماية الناس وليس للاقتصاص أو التشفي منهم، فقد أنتجت انخفاضا كبيرا في الجرائم. فازت اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر كاملة في انتخاب 4 أعضاء جدد لمجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت من أصل 15 مرشحا التي جرت في بيت الطبيب، بحضور نقيب أطباء لبنان في بيروت بروفيسور يوسف بخاش ومندوب وزارة الصحة مدير عام العناية الطبية الدكتور جوزيف حلو اللذين أشرفا على عملية الفرز. ولقد فاز كل من الدكتور جعفر فضل عباس وعلي موسى حماني وويليام نبيه معوض ورالف خليل رضا ورأفت خليل. وفي انتخابات عضوية نقابة أطباء الشمال فازت لائحة تيار المستقبل ومرشح تيار المردى. سفارة لبنان في البرازيل تنظم جناح لبنان في أكبر معرض لمنتجات غذائية في أمريكا الجنوبية أباس شو. برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة نظمت سفارة لبنان في البرازيل وللسنة الثالثة على التوالي جناح لبنان في أكبر معرض للمنتجات الغذائية في أمريكا الجنوبية أباس شو، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية وأحد أكبر مستوردي المنتجات الغذائية اللبنانية في البرازيل. وامتد هذا المعرض الذي شارك في افتتاحه القنصل العام في البرازيل رودي الأزي من 13 إلى 16 أيار، وشهد تسويق أكثر من 10 منتجات غذائية لبنانية أبرزها الزيت، الزيتون اللبناني، البيرة، العرق والمعلبات.
وتأتي هذه المشاركة بعد نجاح الأجنحة اللبنانية التي تم تنظيمها في الأعوام الثلاثة الماضية والتي شهدت إقبال من المشاركين، الأمر الذي ساهم في زيادة صادرات هذه المنتجات إلى البرازيل ما بين 2021 و2023 بنسبة 32% لزيت الزيتون وبمعدل 60% للمنتجات الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تعد موطن الانتشار اللبناني الأكبر، حيث يتراوح عدد المتحدرين 12 مليون نسمة. أقيم في روما احتفال تكريمي لرئيس جمعية الصداقة الإيطالية العربية فرانكو عبد القادر عميش في مركز الجمعية قصر جريتسيولي في حضور سفيرة لبنان في روما ميرا ظاهر والسفير برونو سكابيني. ظاهر شكرت عميش على وقوفه الدائم إلى جانب بلده لبنان، أما عميش فقد وعد بالاستمرار في الوقوف إلى جانب الوكالة ومؤسسات الدولة اللبنانية للحفاظ عليها، وهذا واجب كل من ينتمي إلى بلاد الأرز. مشاهدينا الكرام، في الختام نشكركم ودمتم بخير.